السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا القوانين تاع الوحدة الثانية للتحولات النووية، رتبوهم إن شاء الله، ممكن نديرهم في جزئين هكذا باش ما يجيش الفيديو طويل. إذا نبدأ بدون إطالة. دائما كيعطيني عينة عندها الكتلة نتاعها ان زيرو، يقول لي احسب عدد الأنوية الابتدائية ان زيرو، واش تساوي؟ هي ام صغيرة على ام كبير، عدد الأنوية الابتدائية. ممكن كذلك نحسب منها النشاط الإشعاعي الابتدائي هو لندا في أنزل، أي النشاط الابتدائي أزر. الآن نروح لقانون التناقص الإشعاعي. قانون التناقص الإشعاعي وش يقول لي؟ أنت تساوي ان زيرو اسيت ناقص لندات. هنا كملاحظة، اولا انتي واش هي؟ عدد الانوية المتبقية، يعني المشعة. ممكن نديرو ان زيرو واش تساوي؟ تساوي انتي زائد اندي، ولا كان يسميها ان فتحة. يعني ان زيرو يعني الانوية الابتدائية تساوي عدد الانوية المتبقية يعني المشعة زائد عدد الانوية المتفككة، هذه نورمال. كملاحظة ثانية، دائما كي يكون في قانون التناقص الإشعاعي ركزوا باللي لندا لازم يكون بالسكوند موانزا، صحيح؟ أنا هي بالسكوند موانزا، يا يعني مش لازم ولكن كعادة جيدة خلوه بالسكوند موانزا، صحيح؟ على حسب تيها. ممكن أيضا نستخرج قانون آخر. حنا انتي واش نعرفو؟ ان عدد الانوية هي ام صغيرة على ام كبيرة، يعني كون نعوض هنايا انتي على ام كبيرة واش تساوي لي؟ ام صغيرة على ام كبيرة اسيت ناقص لندات. واش راح يصرى؟ هذيك ام كبيرة راح تروح مع ام كبيرة، واش تبقى لي؟ يبقى لي انتي يساوي ام زيرو اسيت ناقص لندات. هذا كثاني قانون ممكن يكون عندي. وقتاش نستعمله؟ كيعطيني عدد الانويه الابتدائيه، يقول لك جد عدد ولا جد كتله الانويه في لحظه مثلا معينه، صحيح؟ الان نروحوا نركزوا على هذه اللندا. هذه اللندا واش تساوي؟ هي المقلوب تاع طو. هذا واش هو؟ هو ثابت التفكك، صحيح؟ اما اللندا عفوا طو هو هذا هو ثابت التفكك، نسميه كذلك ثابت النشاط الإشعاعي. أما هذاك طو نقدر نسميه ثابت الزمن، صحيح؟ هذا طو هذا هنقوله ثابت الزمن. هذا طو كيفاش نخرجه؟ عندي إما حسابيا بهالطريقة هذه اللي هنا، يعني تكون عندي لندا وندير واحد على طو، أو هندسيا. هندسيا كيفاش؟ اولا نديرو نقطة، حاجة الاولى اسهل اللي هي رسم المماس عند ت تساوي صفر. من بعد طوش هي نقطة تقاطع مع محور الفواصل. ببساطة نمشي جهة الملاحظات، يكون عندي تناقص عدد الانوية مع مرور الزمن، نقولو نرسمو هذا هو طو، المماس عفوا المماس عند تي تساوي صفر، هنا تي تساوي صفر، إذا هاد نقطة التقاطع هي طو. ثاني حاجة كون نجيو نعوضو أن لي طو، واش تساوي؟ وين ما كاين تي نعوضوها بطو، يعني أن زيرو أسيت ناقص لندا. لندا حنا واش تفهمنا عليها؟ تفهمنا بلي هي واحد على طو، فاش نضربوها؟ نضربوها في تي. وحنا تي واش رانا نستعملو؟ رانا باغي نحسبو تاع طو. ها كي نختزل طو مع طو تعطيني ان زيرو اسيت ناقص واحد، اللي هي بالتقريب 0.37 ان زيرو. يعني واش نمشي ندير؟ نمشي ندير 0.37 ان زيرو وين جاية، كي ندير الاسقاط هذاك هو طو، يعني كطريقة ثانية هذا لما يكون عندي تناقص اشعاعي. ممكن نستعملها مع اي بيان على حسب واش يكون عندي. الان نروح لحاجه اخرى اللي هو تي ان دومي. واش هو تي ان دومي؟ ان تي ان دومي
هو تفكك عدد، هو المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف العدد الأنوية الابتدائية. صحيح. نعود في قانون التناقص الإشعاعي. كي نقول لكم نعود في قانون التناقص الإشعاعي بمعنى أنه وين ما كاين تي ندير تي أن دومي، واش تساوي لي؟ تساوي لي أن زيرو أسيت ناقص لندا، وبما أنها تي ندير تي أن دومي. راح نسمي هذه علاقة واحد والعلاقة اثنين. أكو تلاحظوا بلي ما بين العلاقة واحد والعلاقة اثنين حاجة مشتركة اللي هي أن تي أن دومي، يعني هادوك متساويين. يعني نمشي للجهة الأخرى، يعني أن زيرو على اثنان تساوي أن زيرو أسيت ناقص لندا تي. الآن واش راح يصرى؟ الأن زيرو تروح لي مع الأن زيرو، واش تبقى لي؟ تبقى لي واحد على اثنين تساوي أسيت ناقص لندا تي أن دومي. أنا ما نساوش تي أن دومي. الآن باش نتخلص من الأسية ندخل ألان، تولي عندي ألان واحد على اثنين. الآن تروح مع الأسية تبقى لي ناقص لندا تي أن دومي. هذه آلان واحد على اثنين باش ما نخليهاش باشعة كيما هكذا، واش ندير؟ نردها آلان اثنين على واحد، يعني عكستها. وكي نعكسها من خواص الآلان لازم نخرج الناقص، يعني دائما كي نعكس كسر نخرجو الناقص. الآن واش راح يصرى؟ هاد الناقص تروح لي مع هاد الناقص، واش تولي لي؟ تولي لي تي أن دومي بعلاقة لندا، بدلالة لندا اللي هي آلان اثنين على لندا. إذن وحنا نعرفوا كذلك أن لندا يساوي واحد على طو. من هذا القانونين كذلك نقدر نستخرج تي أن دومي بدلالة طو اللي هي ألان اثنين، عفوا ألان اثنين طو. إذا مثلا كان عندي تي أن دومي يقول لي حسب ثابت الزمن، ولا يكون عندي ثابت الزمن يقول لي حسب لي تي أن دومي، هذا كقانون آخر. الآن نروح للنشاط الإشعاعي أ. أ واش تساوي؟ هو ناقص المشتقات تاع دي أن على دي تي. الآن هي قانون التناقص الإشعاعي، يعني أن زيرو أسيت ناقص لندا تي. كي نشتقها واش راح ندير؟ بما أن أن زيرو عدد ثابت، يعني نقدر نخرجه من المشتقة عادي. ها واني خرجته، تبقى لي ناقص دي تي دي على دي تي تاع واش؟ تاع أسيت ناقص لندا تي. في جهة الملاحظات واش راح نكتب لكم؟ أسيت أو المشتقة نتاعها هي المشتقة نتاع أو في أسيت أو. إذا هنا واش راح نشتق؟ راح نشتق بدلالة الزمن، ناقص لندا تي، تخيلوها كما في الرياضيات، ناقص عدد ثابت في إكس، يعني دائما تعطيني ناقص عدد ثابت، صح؟ إذا ناقص أن زيرو، باش نضربها، المشتقة نتاع أو اللي راه من الفوق اللي هي ناقص لندا، ونضربها في أسية ناقص لندا تي. هنا ناقص في ناقص تعطيني زائد، تعطيني أن أسية ناقص لندا تي، هذا هو آت. الآن كون نعودو أ صفر، أ صفر واش تساوي لي؟ لندا أن زيرو تعطيني أسية ناقص لندا في صفر، يعني أسية صفر هي واحد، وهذا ديجا رانا شايفينه من قبل، هاني قلتلكم في كي تكون عندي عينة ونديرو النشاط الإبتدائي، ها كيفاش خرجنا؟ أ زيرو تساوي لندا في أن زيرو. أيضا ممكن نزيد واحد الأمر آخر فيما يخص، حنا عندي قانون راح نكتب هنا من أسفل، راح ندير واحد الخط. قانون التناقص الإشعاعي قلنا أن تي أن زيرو أسيت ناقص لندا تي، نحب مثلا نكتبه بدلالة الأنوية المتفككة. حنا واش تفهمنا أن دي ولا أن بريم واش تساوي؟ قلنا المجموع أن زيرو تساوي هاي في الملاحظات أن تي زائد أن دي، يعني أن دي تساوي أن زيرو ناقص أن تي، صح؟ إذا واش راح ندير؟ والأحسن نكتبوها بدلالة أن تي أحسن. علاش؟ لأن عندي أن تي تساوي، هنا نكتبو أن تي واش تساوي لي؟ نفس الشيء أن زيرو ناقص أن دي. إذا من هاد العلاقتين واش راح نستنتج؟ نستنتج أن أن زيرو ناقص أن دي واش تساوي؟ أن زيرو أسيت ناقص لندا تي. واش راح ندير؟ بما أن هذه ناقص أن دي نديها للطرف الآخر تولي لي أن دي أو أن بريم، وكي ديت هذه للطرف الاخر هذه لازم نرجعها منها، يعني تولي لي ان زيرو ناقص ان زيرو اسيت ناقص لندا تي. نخرجوا ان زيرو كعامل مشترك تعطيني واحد ناقص لندا تي، هذه بدلاله الانويه المتفككه. هنا كون نجيو نحسبوا طو تبقى امر اخر، علاش؟ بما ان المتفككه راح كيخرج لي المنحنى تاعها راح يخرج لي متزايد،
كما هذا حتى يوصل لهنايا اللي هو ان زيرو. هنايا كي نجي نعوض راح نكتب من جهه اخرى ان دي لي طو واش تساوي؟ تساوي ان زيرو واحد ناقص اسيه ناقص لوندا اللي هي واحد على طو في طو اللي تفهمنا بلي هي واحد. هذه كي نجيو نحسبوها تعطيني 1.63 ان زيرو. الان حنايا تفهمنا بلي اول طريقه درناها هي ها هي راكم تشوفوا فيها هنايا هي لوندا واحد على طو. رسم الماماس تاع هنايا نقدروا نرسموا ماماس. نروح للمنحنى اللي رسمته تاع بدلاله الانويه المتفككه. الان ماشي نقطه التقاطع مع محور الفاصل، نقطه التقاطع وين يثبت لي المنحنى كما هنا في هذه الحاله ثبت لي في ان زيرو، يعني هذا هو كي نديروا الاسقاط هذا هو طو. ونفسه كي ندير هنايا 0.63 ان زيرو راح يخرج لي طو اللي بيناها هنا. اذا كنتو استفدتم هذا الفيديو ان شاء الله نديرو جزء ثاني فيما يخص التفاعلات النوويه. خليولي في التعليقات. كان معكم يوسف ماروسي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.